بالنسبه لي انا اليوم خصها تكون ولا بد الضريبه على الثروه، لان اللي عندهم الفلوس في هذه البلاد خصهم يعاونوا اللي ما عندوش. وهذا الا كنا كنقولوا حنايا بلد اسلامي، راه هذا من في الاسلام كاين، بلا ما نمشيو للسوسياليزم او الليبراليزم. الا كان غير هذا مبدا اسلامي، راه مثلا نعاون اللي ما عندوش. دونك علاش كندافع على هذه القضيه؟ ثاني حاجه هي القضيه ديال لا كيس دو كومبونساسيون. وما يمكنش اليوم واحد كيشد 20000 درهم يخلص البوطه ديال الغاز بحال واحد اللي كيشد 3000 درهم. اولا يعني خصنا تكون واحد القراءه جديده فهاد القضيه ديال لا كيس دو كومبونساسيون، خصنا نلقاو لها شي حل جديد. كيفاش؟ ما عنديش الحل دابا، ولا خصنا نفتحوا نقاش عليها، ولكن واحد النقاش يكون معمق، نشوفوا هل ديفيرونس اللي كاينين في المغرب، ونحاولوا لي زينيميغي باش نعرفوا كيفاش كل اللي محتاج بصح يتعاون، وشكون اللي يقدر يخلص داك البيتاغاز مثلا 150 درهم او 200 درهم. ومشي غير البيتاغاز، راهما بزاف الحوايج.